رحب بسيدة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. سيدة المحافظ مساء الخير يا فندم. زي حضرتك وبالمشاهدين ومصر كلها. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك سيدة المحافظ. مهم نشرح للناس اللي تم لغاية دلوقتي في ملف تعويضات أهالينا في النوبة. واحنا نقول بس كلمتين في الأول إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى ووعد ونفذ. نعم. فهذا الموضوع لوحده يعني نحطه كده عنوان رئيسي، وبعدين نتكلم يعني فعلا زي ما التقرير كان موضح. ايوه. إن كان مؤتمر شباب، وحضرته في نهاية المؤتمر كان في يناير 2017 وأعلن إن هو هيعوض أهالينا من النوبة. وعايز أقول لحضرتك إن هذا الموضوع ده كان مر عليه 120 عام. لسه هسأل حضرتك يا سيادة المحافظ، الناس دي بتتعوض بعد كام سنة؟ عايز أقول لحضرتك ده من بداية الخزان، يعني كانت البداية من 1897 مرورا ب 1902 1912، كل دي تعليات حتى 1933. فالناس اتأثرت طبعا. طبيعي جدا ان هم يطلبوا حقهم. طبعا على الفور طبعا كابتن الريس ما اثرش تماما، بل على العكس، يعني كانت بالنسبه لنا احنا متابعه مستمره ولجنه مشكله لحصر لما لكل الناس اللي ما اتعوضتش بالكامل، وعمل قواعد واليات، وهذه القواعد الحمد لله كانت موجوده، وكمان اتعملت تحت اشراف يعني الاخوه برضو من اعضاء مجلس النواب من النوبه. نعم. وكله اشترك فيها، والمجتمع المدني كلنا اشتركنا. وعايز اقول لحضرتك ان يعني احنا ما سبناش حاجه وما سبناش اي شخص يعني اسمه اتحصر. نعم. هل الاجراءات كانت معقده يا سيادة المحافظ بحكم الزمن وبحكم السنين دي كلها، ولا كان في تيسير على المواطن اثبات ان هو يستحق تعويضات؟ لازم نعترف ان كان في البدايه بعض طبعا المعوقات نتيجه السنوات الطويله اللي ما حصلش فيها تسجيل صحيح، وبالتالي بذل جهد كبير جدا من اللجنه المشكله، وبعدين بعديها على طول بدانا نشوف الاجراءات ونيسر على ابناء النوبه بمستندات واوراقهم الثبوتيه، وبدانا نيسر معاهم مع السيد وزير العدل اللي كان قبلها هو اللي كان حاصر لما كان ماسك شؤون المجالس النيابيه. صحيح. فعايز اقول لحضرتك ان كلنا عايشين ومتعايشين هذه المشاكل. أيوة. ويسرنا عليهم تيسير كبير جدا، وكل كل الامور اللي كان ينفع ان هي تتيسر تم تيسيرها، لان احنا برضو عايزين نقول. أيوة. ان احنا لازم ندي الحق لمستحقين. تمام. طبيعي جدا ده يحصل، وبالتالي تم التيسير عليهم بالتنسيق مع وزاره العدل، وكان على اعلى مستوى. وفي نفس الوقت بقول لحضرتك ان يعني كل مواطني اسوان حاسين ومقدرين ما تم معهم، وسياده الرئيس